يوم الاثنين من الأسبوع السابع من الخماسين المقدسة، ينقادون بروح الله. ألهبني بنار روحك القدوس، واسكب في محبتك وفرحك، اسجر الحمى واشفني من أسقامي وثبتني فيك. روحك يصلي في بحسب مشيئتك ويقويني بالإيمان، ويملأ هيكلك بهاء ومجدا وبخورا عطرا، ويسكب في محبتك أنا لحبيبي وحبيبي لي، فأتبعك بكل قلبي وتقيمني من ظلمتي وظلامي، وتملأني من غنى مجد نعمتك وحياة أبدية وبصيرة روحية. ربي يسوع، غريب أنا في الأرض، فقدني بروحك في مسيرة غربتي حتى أصل إليك.